انت عارف ان في ناس كتير في الحياه قاعدين منتظرين بقالهم فتره طويله، منتظر ظرف يخرجه من اللي هو فيه، منتظر فرصه تخلي حياته جنه. اوعى تكون منهم قاعد مستني. مفيش اي حاجه بتتغير لوحدها، وانت قادر تقوم دلوقتي تخلي حياتك زي ما انت عايز، تغيرها وانت مبسوط ومستمتع وكلك حماس من غير تعب ولا معاناه. ازاي؟ اهلا بيك معانا في مدمن نجاح، دورة هنخرج فيها عن المألوف. هتعيش معانا يومين من عمرك، اللي عاشهم معانا قبل كده لسه فاكرهم وعايش بحماسهم وطاقتهم، وبيجي يحضرها تاني عشان يرجع الحماس والقوة ويعلي الاستفادة. بحماس أكشن بصوت. مدمن نجاح، مدمن نجاح، مدمن نجاح. هنحفر فيها القناعات الإيجابية لحظية وانت لسه جوه الدورة. هنستغل طاقة الجماعة عشان نفجر جواك طاقة وقوة عمرك ما حسيتها في حياتك، عشان تنسف كل القناعات السلبية وتحط مكانها القناعات الإيجابية اللي هتفيدك وتطلع تطبقها فورا بعد الدورة. هنشتغل مع بعض في شكل مجموعات، هتكتسب صداقات جديدة واعية، صداقات هتساعدك تستمر في التطبيق حتى بعد الدورة، عشان هدفنا انك تحقق اكبر استفادة ممكنة من الاساليب والتطبيقات اللي هتتعلمها في مدمن النجاح. هنهتف، هنتجنن، هنضحك، هنصرخ مع بعض بكل حماس. شكراً. أجواء حماسية رائعة ممكن تكون أول مرة تعيشها في حياتك، بعيداً عن كل الطرق التقليدية اللي العالم متعود عليها. لو أنت بتخاف من التغيير، شاركنا وكسر كل القيود اللي معقلة حياتك. والمسكات الكتير اللي أنت مستخبي وراها وبتوقعك وتعطلك وأنت مش واخد بالك، في الدورة هساعدك تخرج الطفل اللي جواك. بتخيل الحاجات وبتحصل كلها والله. الطفل اللي مليان طاقة وسعادة وحب للحياة، الطفل اللي متحرر بجد من تأثير أي قوالب أو تجارب سلبية من ذكريات الماضي. تعال وعيش تجربة التغيير ودوق معانا الراحة والتجدد والسعادة. أوعدك الدورة هتكون نقطة تحول جذري في حياتك. والله على ما أقول شهيد. أكتر أكتر. منتظرك وأشوفك على خير بكل الحب، أحمد علي.